عظيم. لا نتوقف حول التدقيق من هذا الرقم على الأقل في إطار بيان رسمي يخرج من قيادة عسكرية تمثلها أنت سيدي في هذا اللقاء، ولكن في تفسيرك العسكري ما الذي يدعو الرجل إلى التصريح بمثل هذا العدد بشكل دقيق، وأنه يقول بأن هذا العدد هو من يدافع عن بخمت؟ ما هو مبتغاه؟ لابد أن تسألهم هم، لابد لا يمكنني أن أعلق عن ذلك. لماذا هناك منظمات إرهابية ولماذا بعض المنظمات الدولية تعترف بهذه المنظمات الإرهابية؟ لدينا خطتنا، لدينا هدف من هذه العمليات وسنحققها إن شاء الله. عظيم. سيدي، فيما يتعلق بالبيانات التي تقول بأن روسيا ستتوقف عند نهر دنيبرو، وأن هناك بعض من الصور التي تخرج بشكل غير رسمي على وسائل التواصل المختلفة تظهر بعض من القدرات الجديدة لبعض الوسائل العابرة للمسطحات المائية، هل تتصور أن روسيا أقصى ما تريده من هذه المعارك هو الوقوف في شرق نهر دنيبرو، أم أنها قد تتطرق إلى العبور إلى المساحة الأخرى، بمعنى أن هذا النهر سيكون الفاصل بين ما تستحوذ عليه روسيا وبين ما يبقى في حوزة أوكرانيا؟ ماذا سيحدث أن روسيا ستعبر الحدود الأوكرانية عودة مرة أخرى إلى روسيا، سوف تتنسحب من الحدود أو الأراضي الأوكرانية، فبغض النظر عن هذه التوقعات فروسيا تكذب. فهم فشلوا في، وكانوا يقولون أنهم كانوا حضروا أنهم سيطروا على دونباس إيريا وفشلوا، فروسيا هي يعني قوة كبيرة وهم يعني ناهبون وسارقين، فهم يقومون بالسرقات في أرض المعارك، وبالتالي هم نستطيع أن نقول عليهم أنهم مجرمي حرب.